لكن تكتيكيين قاعدين نراو في انضباط تكتيكي في مهم خاصة في وسط الميدان وخروج يحيى إن شاء الله كما قلت لك أركم تاع مباراة اليوم يحب نوعا ما معناتها اللاعبين النادي الافريقي يتشنجوا وعصام تاعهم يخرجوا من المباراة لكن نحس النادي الافريقي مدافع الافريقي والحذر من الكرات اللي تمشي في رسم ولماذا يباغت بهدف ان شاء الله اللي كابابل النادي الافريقي عنده الامكانيات مخالفة للهلال السوداني يلعب في الدقيقة الرابعة من خمس دقائق فقط بدا اضاف الحكم لهذا الشوط الاول خروج وسام بن يحيى كان منذ الدقائق الخمس الاولى من هذا الشوط الاهداف الدراجي يلعب كره ما فما حد تمشي لصالح الهلال السوداني قراءتك نيس تغيير بون ممكن مشارك ترجع الكره من جانب النادي الافريقي طويله عاليه يلعب شويه بلوكبا نيس النادي الافريقي ترجع الكره من جانب الهلال من يمشي لقدام ويسجل او جانب سمحنا نيس من احباء الافريقي ودخلوا الملعب ولا باس الحمد لله هذه حاجه تفرح بدايه المباراه كنا نتوقع اكثر ضغط من الهلال السوداني اكيد ويمتلك قلت لي الطريقه لمانيير ما تهمش في هذه المباراه المهم كيفاش نفكوا الثلاثه نقاط في هذا اللقاء الصعب على حساب الهلال السوداني فينا في رادس لكن اكيد مع مرور الدقائق نعرفوا الادفيرسير الهلال السوداني عنده كل الامكانيات انه يدافع عن النادي الافريقي لكن اكد انه النادي الافريقي على حسب الدقائق وال15 دقيقه محضر مباراته كما يجب ان شاء الله نتفاداو الاخطاء الفرديه والنادي الافريقي كما قلت لك الدقائق الاولى تمر بسلام يكون في قلب الدفاع ان شاء الله المنظومه كل تمشي مليح والمطلوب اليوم اكثر حذر لكن البرازيلي اصلا لكن عنده الجنسيه السودانيه يقود هذا اللقاء حكم الرئيسي من البولندي طاقم تحكيم الملاعبين تاع اليوم اكثر تركيز خاطر المباريات هذوما يتلعبوا على ثواني يتلعبوا على ديديتا يتلعبوا على حاجات ثم ترجع من جديد المناطق الخلفيه للهلال السوداني تخرج كره العمليه على الدفاع النادي الافريقي ترجع من جديد لصالح الهلال السوداني في وسط الميدان فارس عبد الله الظهير الايسر للهلال من اخطر اللاعبين وسيرتو يعطيهم روح اخرى ولا تحدي كبير بالنسبه لهم انه يجيبوا كيما نقولوا احنا كاليفيكاسيون دوري المجموعات، النادي الافريقي يدخل بالتشكيله نتاعو 4 2 3 1 اكيد ممكن سي شياب راه اليوم انه باش يعاول على موشيلي وباش يعاول على يحيى في الصف لكن حبيت نلفت النظر بما انه غازي العيادي راه برشا ناس يتسالوا يقولوا علاش على اليمين بما انه يمتلك ظهير يسار غربان هذا علي العابدي على اليسار ظهير الايسر الافريقي يلعب التماس لصالح النادي الافريقي التعويل على سرعة مهاجمين أنيس مطلوب في هذه المباراة لأنه مش يلعب تقريبا الكل في الكل الهلال السوداني موجود على ميدانه تقريبا 40,000 متفرج يتابعوا في هذه المباراة الأفريقي شوف المخالفة المرتكبة يقول الحكم البورندي يقول ما فما حد شيء باسيفيك الحكم باسيفيك الجاي هوي نيمانا هاي إعادة كانت فما نكر من إيمانويل أريوا شوكو لعب وسط الميدان اتصال بالزملاء كان تقريبا شبه مستحيل نحاول تباعا نتعرفوا على التشكيلة ونجتهدوا الافريقي مطلوب في هذه المباراة واحد سيف الدين الشرفي يكون في قلب الدفاع ان شاء الله المنظومة كل تمشي منظومة كل تمشي منيح والمرمى. النيجيري ينطلق على الناحية اليمنى يبحث.
والمساندة يجد اللاعب جمال بن غالي ونتمنى أن تكون خاتمة خضراء بيضاء على الهلال حتى نحقق الأميرة السمراء والكاف تشامبيونز ليج. نعم استعصت علينا كثيرا ب 87 و 92 وكنا غطي مانويل كنترول حاول جادين الفاتح كرة مرت حاولت لي يونس طيب تحاولت من هنا في هذه اللحظة اللي مصعد أروشا إيمانويل أسر الجيرش يجاوب المدرجات مع تمريرات الهلال قائد الهلال يمضي إلى أرضية الملعب ويحرك الملعب تماما محمد أحمد بشير بالشد حول لإيمانويل أروشا إيمانويل يلعب كرة لحسين الجريف لإيمانويل من جديد أزعد فضل وحده في المقدمة الهجومية كرة مرعوبة لمصعد الجريف يمر الكرة لأروشا إيمانويل حول لمصعد إدريس أمبومبو وسط الملعب حسين الجريف وطار الطاهر تمريرات هلالية في المنطقة الخلفية لآخر لاعبي الهلال الجريف أروشا إيمانويل النجيري استلام للكرة وعودة لأرب بولينز واحدة أمامية لفضل أسعد فضل وتدخل من جانب إيمانويل أروشا خطأ مخالفة مع هذا اللاعب في هذه الكرة كل التدخلات كل تدخلات دفاع الهلال كرة ملعوبة إيمانويل أروشا فاعلية تعال ركلة الجزاء لإدريس أمبومبو تعال قدام قدام ما يسرق حي العرب ملعوب الكرة لمصعد فريق حي العرب لماهر عثمان محاولة لماهر إيمانويل أروشا يحاول العرب والسودان أرهب إيمانويل وحسين الجري كرة يتحول وسط الملعب ضابطة مع فريق الأهلي شنقيطة وبعد نهاية عقده تغلف بعد ذلك في هذا الموسم لفريق حي العرب مرور لأرو كولينز يكسب خطة مخالفة تمر ليونس الطيب إيمانويل أروشا عودة الروح للهلال في هذه اللحظات إيمانويل يمر إيمانويل عدوا مرة وسط الملعب لا زالت لمصعد فريق الهلال عودة للوراء أروشا فارس عبد الله في هذه المباراة يونس بغضة اليد يمر سريعا لإيمانويل أروشا إيمانويل هنا لمصعد فريق حي العرب ولكن الكرة مرت وتحولت لشيبو جياد سلام لجياد لاعب في فريق حي العرب والسودان هو محمد النور عدد من جديد تينجا محاولة التقصف المدرب الحالي لفريق الأمل كرة تحولت لمصعد إيمانويل أروشا مال ثاني من الذي يتواجد خارج الغائمة تماما في مباراة اليوم بجانب جمعة جنارو في التأمين في الهدف مع محاولات لأسعد فضل ولاعب حسين الجريف تمرير أروشا إيمانويل ملعوب لإيمانويل أروشا إيمانويل أروشا